سن السكينة يا مغازي. معانا صدور فراخ مقادير يا أستاذة ريحان بتاعت الكوردن بلو، محشي من جوه بسطرمة، هنعمله النهاردة مع بعض ونشوف ايه التركاية وازاي اهرب من الدهون بقدر الامكان. صدور فراخ بسطرمة، مكعبين من الزبدة، معلش سامحوني، مع معلقتين من زيت الزيتون، ومعانا شوفان، ومعانا دقيق الذرة الناعم. دقيق الذرة الناعم زي الفل. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي، وعلى ما نشوف المقادير نبص على الفرن. ايه الدنيا يا حلاوة، المقادير على الشاشة، مقادير بسيطة وسهلة في ان احنا نعمل الكوردن بلو رجيم، نعمله دايت، نعمله هيلسي بقدر الامكان. اتعمل مشوي، اتعمل مالي، نشوف التفاصيل مع بعض ببساطة وسهولة. ده ما يمنعش ان احنا نطلع احلى صينية كوسة بالبشاميل معمولة رجيم. نطلعها مع بعض، يلا استعد، استعد للصورة الحلوة. يلا الكوسة الكوسة ايه ده، فين هي اهي، اطلعها من الفرن ولا ايه؟ اخليها، قولولي ايه الحلاوة دي يا شيخ، ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي. استعد يا شفيق، استعد وصلي على الحبيب قلبك يطيب. ايه الحلاوة دي يا عم الشيخ؟ لا جيبها لي بقى تفاصيلها وهي بتغلي بقى، جيب لي التفاصيل وهي بتغلي يا جميل، يا جميل على الساحة. الله أكبر، حلوة يا ابني. رتبنا الفرن بتاعنا. كوسة، ايه الحلاوة دي؟ ايه الصورة الجميلة دي؟ الصورة تعني مليون كلمة على شاشة القناة الأولى. ايه الحلاوة دي؟ تفاصيلها، جبنة موزاريلا قليلة جدا، بشاميل الماتيريال بتاعه والمكونات بتاعته شوفان وحليب قليل الدسم. معانا لحمة مفرومة نسبة الدسمة من 20 ل 15 ولتكن صفر. ومعانا كمان كوسة، كوسة مفيش مشكلة. حلو، تعالوا نعمل مع بعض الكوردن بلو. ناخد صدر فرخة حلو كده. تعالى غالي. تعالى يا باشا، حلو قوي. نشيل دي من هنا، مهم جدا عشان ايه؟ الصوره والدم مش بحبه. ومعانا بسطرمه. عشان اعمل كوردون بلو المدرسه بتقول ايه بقى؟ بتقول ان انا اجيب صدر الفرخه الجميل الحلو ده كده وافتحه جيب. احنا شغالين على الرواق والوقت بيحكمنا وكل حاجه، بس انا اللي يهمني من الحلقه ان احنا نوصل للمعلومه. ادي صدر الدجاجه بتاعي بالشكل ده كده من غير ما اتبله ولا اي حاجه، بفتحه على هيئه جيب. والسكينه وهي داخله كده اهو هتعور ايدك، خلي بالك. افتحه بالشكل ده كده، الفتحه دي مهمه جدا. نفتح واحد كمان، يلا مع بعض. صدر الفرخه يجي كده، بطرف السكينه كده بالراحه. الشكل ده كده. طريقه تانيه لو ما عندكيش صدور الفراخ الكبيره دي كده، بتجيبي صدور فراخ عاديه وتعمليها بمدقه اللحمه كانك بتعملي سكالوب وتلفي. بس هنا بيسموها ببيوت بقى والاسماء التانيه. فالكوردون بلو معروف في المطاعم، يعني في بعض الاكلات بيبقى لها شكل متعارف عليه، متفقين عليه، زي الكوبيبه لازم تكون شكل بيضاوي، كوردون بلو لازم يبقى محشي من جوه، في تغليفه من جوه التوبنج بتاعه، البيتزا عليها موزاريلا، الجراتان عليه يعني متعارف عليه، التبوله لازم تتعمل بالبرغل ومعاها طماطم كده جميله زي الفل والورده عليها، فدي اشكال متعارف عليها في الاطباق علشان تتعرف على السفره بتاعتنا. نبدا نشتغل ونتبل الايه؟ حته اللحمه بتاعتنا ونشتغل مع بعض. انا اللي يهمني ان احنا نوصل للمعلومه. كسرولة بحط فيها شويه ثوم. لا يا غالي، بص انا الوقت يحكمني ايا كان، بس مش بقى يعني لازم اركز في المعلومه. خلص الوقت وانا شغال كده، نعيد بكره عادي، ما وراناش حاجه، ولكن يهمني المعلومه توصل للساده المشاهدين. ادي ثوم. بقول لك طالما احنا هنستعجل بقى ايه، زي ما تكون مثلا واحده ست الكل واقفه في المطبخ مستعجله تعمل الاكل باستعجاله، خالص انا ضد الموضوع ده خالص. ده زعتر، ده زعتر طازه حطيته على التوم. حلو، بهاراتك على التومه،
بابريكا، شويه كركم حلوين، شويه زعتر حلوين كده زي الفل. اوعى تحطي زيت، حذاري على باب التلاجه تكوني بتعملي اي بانيه، اي كفر بانيه تحطي زيت. ليه؟ الزيت طبعا بيمنع عدم الالتصاق للتوبنج بتاعنا. يعني حطيتي زيت مثلا وانت بتعملي بانيه، البانيه يفك منك في قلب الزيت. حط عصير ليمون، حلو قوي، وشويه الملح المحترمين. دي التتبيله جاهزه اهي، تتبيله الفراخ للكوردون بلو. هنقلب التتبيله دي كلها مع بعضيها. حاضر، في كيكه في الفرن، انا عارف، انا مجهز عصير برتقال وصوص برتقال، هتطلع من الفرن نسقيها على طول. ده دي التتبيله اهي اهي. الله. اخد التتبيله دي كده، ركزي معايا بقى اهو، واخد منها كده واحط جوه هنا كده بالشكل ده كده، وامسك الصدر الفرخه ده كده ادلعه بايدي جوه وبره، جوه وبره الفتحه دي كده ادخل فيها التتبيله عايزه تعمليه مشوي كده، اهلا وسهلا، فراخ روست تبقى مشويه زي ما هي كده عادي، من غير ما تحشيها ولا تحطيها، تحط لها بانيه ولا اي حاجه خالص، زي ما هي كده. دي تتبيله حلوه برضو اهي كده، الفراخ اتبلت زي الفل. نشيل دول من هنا. معايا بسطرمه، تعالي يا بسطرمه. بسطرمه دي عرق الفليتو بتجاب من عند الجزار او الروستو، وتتبل بالحلبه الناعمه والثوم، وبعد كده تتعمل عجينه كده ملبوخه يعني، ونمسك العرق ده نلفه كده وتتحط في مكان تهويه عند الجزار او في الاماكن اللي بيعملوا فيها بسطرمه. طبعا البيض بالبسطرمه بيتكلم مصري في اي فطار الصبح. بسطرمه اهي تمام. هنحشيها البسطرمه. ايه ده؟ لح فراخ محشيه لحمه؟ ده انتوا بقى حاجاتكم كتيره قوي. بس طعم البسطرمه جوه الفراخ اكيد طبعا الطعم هيكون مختلف. واقفله. عايزه تحط شويه جبنه موزاريلا ماشي، بس هنا تبقى شويه دسمه. لو حطيت جبنه موزاريلا تبقى حلوه بصراحه، يعني انا دي واخدان على الجبنه. ما اكدبش عليكي. كده في قلبيها تدي كده، الواحد يفتحها كده تلاقيها بتمط معاك. حلو. نعمل حشوه كمان تانيه. انا بس عايز اوصل الفكره للساده. مش واقفلها كده، اضغط عليها كده بايديا، ونحطه في التتبيله تاني واحد مع بعض اهو. كوردون بلو محشي بسطرمه وحقوق الطبع لدينا وبس. دي بسطرمه، شلنا طبقه التغليفه او التوبنج بتاعها اللي على الوش بلاه التوم، وناخد الجبنه الموزاريلا. عايزه تحط جبنه شيدر اهلا وسهلا. ونقفلها كده. بص ازاي. زي الجيب. وتبعدي الحشو عن الاطراف، عشان الاطراف دي هتتقفل تاني بشكل تاني دلوقتي. ونخليه هنا نفس القصه. بسطرمه، في بدايل للبسطرمه، ممكن لحمه بارده، ممكن لسان. نحط الجبن، نقفلها. فكرة، جربيها بالشكل كده. يلا. تمام زي الفل. نشيل كل حاجة من هنا واحدة واحدة. أنا سايبها للآخر عشان فجأة المخرج هيقول لي لم الدنيا، فاضل لنا دقيقتين، اجري خلصنا. أنا واقف مع حضراتكم اهوت واحدة واحدة، خلي بالك. أهم حاجة إن احنا نستفيد. شفت إيه الجمال ده؟ إيه الرضا ده؟ بيديني وقت زيادة النهاردة. تشتغل تاخد وقت زيادة وفلوس زيادة، تشتغلش لا تاخد لا ده ولا ده. شيل ده كده ونروق الدنيا اول باول عشان الناس الحلوه اللي بتتابعنا. حلو قوي. نشتغل في الكوردون بلو اللي عامل لي زحمه ده. نحط دي هنا كده، ونقفل التوزبيكس بتاعنا كده. خلي بالك من الحاجات المهمه بقى وانت بتقفلي مثلا حمام بتوزبيكس، تحط في الاعتبار تعدي كم واحدة استخدمتيهم قدام عينيك، بعد ما تساوي تطلعيهم من الزيت أو من القلاية بالعدد، لا تنسي واحدة ولا حاجة وتصادف وحظك تيجي تحت أسنان حماتك. يا ويلي مش تاكل عندك خالص. فتعال أعمل واحد اتنين هنا تلاتة، بعد ما أساوي الكوردون بلو ده هنطلع تلاتة. خلي بالك. زي الفل عشان ما تنسيش، بس تتأكدي إن هما تلاتة طلعوا.
لو لقيتهم اتنين تنك تبحسي بايدك واسنانك على التالته. عندنا دي درر زي الفل يا عم الشيف. هنعمل توبنج كده علشان يتظبط معانا التغليفه، كسرولة زي دي كده، ومعانا من الدقيق والنشا مهم جدا. طاسه بتسخن على النار، اه دقيق ونشا معلقه دقيق ومعلقه نشا عليهم عصره ليمون، ركزي معايا، عليهم شويه تتبيله من التتبيله دي كده، التتبيله بتاعه الفراخ اخد منها شويه كده اهي، التومه والخلطه دي مهمه جدا، الحاجات اللي بعملها دي كده، واحط شويه ميه صغيرين. الله، اه مش بيض، انا مش عايز استخدم بيض. اه شفت بس خلاص، اه شفت بقى التركايه دي، اه حلو قوي. وناخد صدر الفرخه ده كده، ركزي معايا عشان انا التحمير ده سهل، احنا هنعمله مع بعض دلوقتي. واخد دي زي ما هي كده اسقطها هنا، شفت الجو ده كده، اه بالشكل ده كده، اه اه وتطلع من هنا على فين يا شفيق؟ مش على الزيت، على دي الذره، اه مخرجنا الجميل، اه شفت التركايه دي مهمه جدا. ده دي ونشا وتبلته، تتبيلته من ايه؟ من التتبيله بتاعه الفراخ، هو كده كده هيتبل لوحده، اه وعلى دي الذره تاني، اه ما خدش باله من الاولى ياخد من الثانيه والثالثه وهكذا، اه دي ونشا زي الفل، اه تمام. تسلم ايدك يا عم الشيخ، ونشيل كل حاجه من هنا ونيجي لعمليه التسويه. التسويه هنا خيارين وليك الاختيار، خيارين وليك الاختيار. الاختيار الاول ان احنا هنغلفه دلوقتي بدقيق الذره ويتحمر في قلب الزيت، زيت قليل جدا. الاختيار الثاني يا عم الشيف ان احنا نرصه في صينيه وندخله جوه الفرن ياخد وقته في التسويه، عشان نبقى واضحين مع بعض قبل الحلقه بتاعتنا ما نتفاجئ وان وقتنا خلص. فاحنا مع بعض كده بما ان وقتنا قرب يخلص خلاص، هنحمر في الطاسه مع بعض. اه تحمير في الطاسه ازاي؟ شويه زيت قليلين مش كتير يغطوا نص الصدر اهو. لا ما انا مش عايزه تشرب زيت، اه بالشكل ده كده. وتعالوا نغلفها مع بعض، دي عمليه التحمير عشان نبقى واضحين مع بعض خطوه خطوه. اه تاني تسويه ليك الاختيار الاول انك انت هتحمريه دلوقتي زي ما انا هشتغل، الاختيار التاني بترصيهم في قلب صينيه ودرجه حراره الفرن عندك بتبقى 150 قليله شويه وتشويهم في الفرن. حلو الكلام؟ واحنا مع بعض، اه الله الله عليك يا ولدي. شفت صدر الفرخه في ايدي عامل ازاي؟ بقى صدر ديك رومي، اه ويا سلام لو حطيتها في الثلاجه يا اختي شويه، ويا سلام يا اختي لو حطيتها في الثلاجه نص ساعه زي ما هي كده. اللهم صل على النبي. يلا تاني، اه ده دي ذره استخدمناها بدل البقسماط، آه. مش نشا دي دورة اصفر، آه. يلا مخرجنا فرسان التلفزيون المصري، شايفين صدر الفرخة اهو؟ ايه ده؟ اه يا فندم، اه العب اللي بعده، اه 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 حلو. ونفضه كده، ايه السر هنا في الموضوع؟ وايه التركاية هنا يا مغازي؟ شوية النشا، شوية الدقيق اللي حطيت عليهم تتبيله وغلفتهم قبل ما احطهم في دقيق الذره زي ما هي كده، اهو الف هنا وشفها. عندنا الكوردون بلو في قلب الزيت زي الفل كده، وفيت يا عم الشيف. تعالوا نقلبه مع بعض، يلا يلا، اهو ما بنهزرش، اهو اهو الله. وسيبيه يستوي ياخد راحته بعد التسويه دي كده والتحميره دي، اه عينيا، آه. ايه الحلاوه دي؟ ايه التركايه بقى؟ ان بعد ما ياخد لون برونزي جميل بيكون عندك صينيه بتحطهم في قلب الصينيه مع شويه عصير طماطم او صوص طماطم وتدخلها الفرن.
اعملي التركايه دي، يعني بتجيبي صينيه وتحطي فيها شويه صوص طماطم حلوين وبعد كده تدخليها في قلب الفرن، تبقى لطيفه وجميله زي كده مثلا يعني. انا ما بسيبش معلومه الا واقولها، خلي بالك. اه طبق زي ده كده. اه عشان عمليه التسويه تتم مظبوط. اه دول كده صوص طماطم اهو زي الفل بالشكل ده كده. استوت الفراخ وخدت لون برونزي مش معناته ان هي استوت من الداخل، لا، نسبه التسويه تقريبا هنا 20-30%. باخد الباشا ده كده، الباشا ده كده، على فين هنا الباشا ده كده، اهو الصدر الحلو ده كده، اهو كده هي مش ربتش معايا زيت، اهو زي الفل. عينيا يا فندم بالشكل ده كده يا عم الشيف، وتخش الفرن معانا تتحمر لمده من 20-15 دقيقة، بتبقى التسوية هنا تسوية تامة متكاملة. المنيو بتاعنا لطيف وجميل النهاردة، كنت حريص إن أنا أرضي الأطفال وكبار السن واللي عندهم مشاكل مع التخنة والدسامة، إن إحنا بنعمل يوم في الأسبوع أكل صحي، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء، والوقاية خير من العلاج. هي دي الوقاية، إن أنا يوم في الأسبوع من الأول كده أظبط نفسي وأعمل التلاجة وأفتح باب التلاجة وأعمل الأكل بتاعي هيلث بالطريقة اللي حضراتكم شفتوها. نستاهل الرؤية والفن والإبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.